الحال ما متفقش مع هذا الاغلاق بتاتا، لانه ما كيناسبناش في الظرفيه بدات الراجل محتاجه لواحد الضخ بواحد الاموال، وعارفين انت كاس الزايد شحال فيه ديال الاموال اللي غيساعدنا بزاف على فك الازمه، وعاوتاني مقبلين على كاس الكاف اللي حنايا كنا هاد النسخه السابقه كنا حنايا هما الشامبيون بهذا المعنى. وكنتمنوا من المسؤولين ومن كازا ايفنت اللي مرك علينا بزاف، ومني جات ما شفنا معاه والو الحقيقه، ما كاين حتى حاجه تبدلات، نفس السيناريو نفس اللعيبات كيجيبوا حتى الفتره الحساسه وكيغلقوا المركب ما جاش. واش حنايا بصفه عامه انا كبيضاوي لا جمهور ديال الرجاء جمهور ديال الوداد كيتضرر بزاف، وحنايا جمهور قدو قداش ومدينه قد قداش وعندنا تيران كيسدوا لينا محشومه والله شي عيب هادشي وحق الله. واش كيبغيو يهرسونا؟ واش كيبغيو كيحاربونا؟ هاد المعنى يقولوها لينا، يقول لنا حنا كنحاربوكم، اما باش تجي واحد الفتره حساسه وفرقه راجعه من الازمه وفي عز الازمه داش واحد اللقب وتجي تسد لها التيران، انت ما متفقش معاهم بتاتا انا في هادشي. وواحد القضيه ما كياخذوش براي الجمهور، اش كيديروا واحد الاستفتاء؟ ماشي كاين واحد القمع كيتمارس على فريق الرجاء بالخصوص، علاش؟ ما عرفتش. حيت الرجاء فريق عالمي، الرجاء اللي كاين في المغرب اللي كيلعب ضد، ما عرفتش اخويا. كنتمنى من المسؤولين وكنتمنى يشوفوا فهاد كازا ايفنت الحقيقه راه ما دارش والو، ما شفنا معاه حتى شي حاجه زوينه اللي غنشكروه عليها. انا العشارف كون دار شي حاجه مزيانه غنعشارف، ولكن ما كاين حتى شي حاجه. ديما في فتره حساسه دابا الراجا راجع من الازمه، باغي الفلوس، خاصه فلوس، خاصه بزاف ديال الحوايج، باغي نرجعوا الالقاب، باغي نحكموا عاوتاني لافريك، ولكن الله غالب اخويا. واش هو ماشي وقته دابا والتيران دابا الراجا كتدخل هذا ماتشات خاصها تدخل هنا وخاص الجمهور يساندها، انه ماشي وقته دابا خاصه يتفل كمل. ودابا الراجا الله دابا كتدخل وعدها الكاف خاصها ماتشات، خاصها دابا هنا يساندها الجمهور ديالها، وما كي ماشي وقتها دابا، ماشي وقت الدونور يتسد دابا. اخويا تيران ما خصوش يتسد، الجمهور قوة ضاربة الرجاء هو الجمهور. الرجاء دابا تستيفاد لعب الرجاء، الرجاء عندنا دابا الأزمة خويا، الجمهور كيعاونو كيجي التيران كيعمر التيران، تا فرقة كتبان كطي نتيجة، أما لا بس هادي غيمشي الجمهور، غيمشي الجمهور.